اللي ما بيعرفوا الناس انه انت مع المساكنه، انا مع المساكنه، عم تعاملي مساكنه لا هالايام؟ ما بقدر، انا ما شو بقدر ما بعمل بتقدري؟ مساكنه، بس انا اللي بيعملوا مساكنه انا ماني ضدهم، اللي بيعملوا زواج متعه انا ماني ضدهم، انا ضد زواج المسيار. ضد ايه لانه اذا مسيار يعني انت مسافر، انطر شوي بتوصل عند مرتك، مشتاق لها اكثر. بس زواج المتعه له اسبابه، والمساكنة لها اسبابها، يعني اثنين ما انت فيهم اليوم ما يتزوجوا. بتعتبري حالك لما قلتي لي انه انا عم بعمل علاقات بالسر منا مساكنة؟ لا انا ما عم بعمل مساكنة بالعلاقات السرية، ما بقرب لي، بقبره شو بقبرك. بتعمل لك يعني؟ بتقفي على المسافة لا بعيدة؟ لا ما يعني عندي علاقات، العلاقات مختلفة ومتنوعة، بس ما اتزنت مين اني انا بساكنه. اعوذ بالله من غضب الله. نضال أحمدية، مين هو اللي لوّع لك قلبك؟ مين هو اللي علّمك شو يعني الحب؟ بتقولي الاسم؟ لا ليه؟ لأنه عيب عليك، عيب؟ عم بسألك أنت، ليه أنت بتكبي علي؟ حتقول الاسم؟ أبداً. أوكي. أي فنان طيب. معروف؟ ها؟ فنان معروف؟ أكبر فنان. إيه لوعني. لوعني ليه؟ لأنه أنا هو بحبني للموت. بدك تقنعيني؟ وبده يعني استكفي لك. أنا أحمل ابني، تخيل حاملي ابني، يعني حاملي كل البراءة بالكون والطهر والنظافة، امشي من اول البلكون لاخره وروح وابكي واجي. تجي اختي خالدة تقول لي انت نضال الأحمدية، مين ما كان هو ما بتنزلي لهالمستوى، انت ام روني، انت ست مع الستات، انه مستواه انت كثير بدك عالي. تحبي فنان بس اهلي لك بيفكروا. معنا اياه على الهواء باتصال مباشر، تقدري تاخديه؟ معلوم. بتخافي؟ أقسم بالله إذا عملها يا شو؟ شو كثير لا، بتهددي؟ أنت كثير عندك كرامة، أعوذ بالله، بعرفك. طيب ليه هتقول بتهددي؟ وكثير مخبرتك أسرار مش مطلعها أنت. هي هيدي اعترافات خطيرة اليوم، الحمد لله. لا الحمد بس لله. نقزني معناها على الهوا يعني. بدك تقنعيني انه ولا مرة حدا بيسك بوسة؟ مش عم بحكي عن أنا ما خدك. بدي أقنعك ايه؟ ولا بدي ما أقنعك، شو خصك؟ شفافي وحرة فيهم، معقولة ما بستمي غير أمي؟ شو هبلة أنا لأحكي هيك؟ أنا قلت لك أنا مش من العالم بقول ما بستمي غير أمي، أنا خطاقة. بس اليوم منك عايشة مساكنة لنعرف. ولا بحياتي بعيش مساكنة. أنت مع بس ضد أنا تعيشي مساكنة؟ معون وعيشوا حياتكم روحي عيشي أنت وبدكم إيه؟ حياتك. نو أنا مبسوطة بحياتي، أنت شو لك معي؟ شو؟ أنا ما بدينهم. ايه وابدا وبارك لهم. انت تعلمت ما تكوني عاهره من العاهرات، صحيح. قيلتيها ولا مش قيلتيها؟ لا مش قايلتها، بس انت بتعرفها يمكن، او يمكن قايلتها ناسي. ناسي ان قايلتها، قايلتك بنسى اللي بقول، ناسي. اذا ما تعتبر على حدا. ايه مزبوط، انا تعلمت اني ما اكون. ليك انت تعيشي مع العاهرات؟ ايه طبعا. كيف؟ وين؟ اي متى؟ انت بين مين عايش؟ شو؟ انت بين مين مع عايش؟ الشرفاء. ليه بس انت عايش بين كل الاصناف؟ جاوبيني على السؤال. بلا انا كيف كنت يعني عايش انت بينهم، تعلمتي انه عشت بين ما ناس تكوني عاهرة اشراف من العاهرات؟ اتقياء، انقياء، مثلا مثل تان سهام الخضر، شيخة. شيخة سهام خضر، وبين مجموعة ناس محترمين ومجموعة ناس يعني كانوا بعانوا من امراض وعاهرات. فتعلمت أن لا أكون عاهرة من العاهرات. في قصة؟ لا في قصة. إنه قصدك صديقتك كانت الرومات، عاهرة؟ الرومات، واحدة من الرومات، لأنه في كتير روماتات، لو في واحدة ما كنت بجيب سيرة. بس سؤال، هي صديقتك؟ she was a friend وبتمنى أشوفها، ما اشتقت لها وطلعت صورتها قدامي من فترة. فاتي بالليل، انا كنت اسمح لي المدام الشمالي مديره الواي دبليو سي اي اجي متاخره لانه بيعرفوا اني جورناليست وكنت سيلبرتي وقتها طالعة من استوديو الفن. ف بتقلي انا حامل، كنت اول مره بحياتي بسمع شو هيدا حامل، شو هيدي بنت حامل، ودخيلك بدي اعمل كورتاج على اساس انه انا شو يعني جاي من
جايين. ما انا كنت انا معطر بلم زيتون، انا بعرف رص لحبه الزيتون شو خصني بكورتاج وبهيك قصص. بس ما انا ما كنت اوحي لهم قد ما كنت شخصيتي هيك، عرفتوا يعني البريزنتبل، يعني ادوكيتد، الطريقه اللي بحكي فيها لاني قارئه كتب. نعم. ما كانوا يتوقعوا اني هابله بهالقصص. يعني انا بدي اوقف وامسك لها ايديها والدكتور عم يسحب لها يي. طيب وحياتك وعملناها وعملتيها. وبعدين؟ بعدين قصة طويلة. هيدي من الخطايا مثلا، يمكن مش من الخطايا بس قصة طويلة صارت معي. انت امرأة درزية. الحمد لله. الحمد لله. فكيلي شي مثل ما بيقولوا الإسلام. الحمد لله اني انك خلقتني مسلما، وانا الحمد لله انك خلقتني درزية. بس الدروز داعش مضطرين نقول هيك. بس اليوم الدروز هن اسلام هيك بيقولوا. انت مش بتقولي مزبوط نحن مش اسلام. الدروز منن اسلام؟ نو. ليه الطائفة ما بتقول هيدا الحكي؟ انت عم بتقولي هيدا الحكي. انا بتحمل مسؤولية كلامي. نحن مش اسلام. نحن مش اسلام ولا نقول الشهادتين اطلاقا. ولا شو؟ ما بنقول الشهادتين. قل له لدرزي قول لا اله الا الله محمد رسول الله. ما بيقول؟ تتحملين؟ بيقول لا اله الا الله، كل الانبياء هم رسل الله. وما نحن ما بنعمل الفرائض، نحن بنصوم كل خميس وجمعه، وبنصلي كل يوم 100 مره وكل تكه، وبنزكي قد ما الله بيقدرنا. يا رب الحمد لله بننام على حصيري، ما عندنا مشكلة القصور، نحن درويش. بدي عازبك تسمعي. أنت على يقين، أنت خير الموحدين، أنك سيد، أنك أمير، واسمك فخر الدين. كن أنت على يقين، أنك أرزة، أنك قلعة منذ القدم، منذ القدم نجمة أنت ورأس الهرم. نضال الأحمدية مع حفظ الألقاب لثلاث صور الموجودين معنا. وليد جنبلاط، بس النشيد لأول مرة بسمعه. يحسن معناك شيء جديد. وليد جنبلاط، وئام وهاب، وايضا طلال ارسلان. الامير طلال ارسلان. حفظ الالقاب لقالوا، خليني بس كمل، مع حفظ الالقاب لقالهم ثلاثتهم. مثل ما بدي اقول الامير طلال ارسلان اللي بوجه له تحيه واحترام وتقدير. ليه بتوجه تحيه الزعيم. انت؟ ما انت عم ليه بدي كان اقول الزعيم، ما بدي كان اقول عن الباقيين. مش زعيم وليد جنبلاط؟ مين بتشوفي زعيم بيناتهم؟ ما حدا. انتبه، انا موحده بس لا أؤمن بالكونتون الدرزي. أنا بنت لبنان، أنا بحب الجيش اللبناني وقائد الجيش اللبناني، أنا بحب الشعب اللبناني كله، لبنانية وفخورة بلبنانيتي. عم يتقاسموا الجبل؟ وبالخريطة طبعا عم يتقاسموا الجبل. عم يتقاسموا الجبل وئام وهاب وليد جنبلاط وطلال أرسلان؟ معلوم، هن بيعرفوا هذا الشيء. يعني مقسم الجبل. كدرزية مين زعيمك؟ ما حدا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أنا بوجدانيتي بالجانب الوجداني حكيت، بس بالمواطنية أنا لبنانية وما عندي زعيم. أنا يتيمة للمرة الثانية. أنا في وطن يتيم ومواطنة يتيمة، ما عندي زعيم. كرجل سياسي بين الثلاثة، مين أهم بالنسبة لإلك كنضال الأحمدية؟ السيد حسن نصر الله. عم بحكي بين الثلاثة. السيد حسن نصر الله. طب جاوبيني. ما بعود بشوف حدا، بس شوف السيد او بس تذكر لي اي شخصيه سياسيه بيطلع بوجهي هالوجه المبارك. طب احكي عنه لهيدا السيد حسن نصر الله. مين ما بتحبي اكثر شيء بيناتهم؟ ما حدا يعني بحب كثير خطاب المير طلال ارسلان. بحب لغته، صدقه، عنده كثير من النزاهه، بس لازم يكون شجاع أكثر ويكشف كل اللي حوله، ويكشف كل المؤامرات اللي عم بتصير على الدروز واللي عم بتفقرهم وعلي عم بتموتهم من الجوع، وكل ما واحد كبر فيهم بيدعسوه. وئام وهاب لهيك كل ما نحن كبرنا بيضطهدونا. وئام وهاب
ما بعرف، بس تركوه السوريين غير رأيه، يعني ما كان لازم الأستاذ وئام يعمل هيك. يعني بعدين الطريقة اللي بيحكي فيها سرميتي وإجري ويعني وصباطي مش حلو، يعني ما هو درزي، يعني ما هو نحن أهم شيء عنا حفظ اللسان ويعني بس أنا هو على مستوى شخصي بحبه. ست نضال، وليد بيك جنبلاط مزبوط كما قيل لي إنه ما بحبك وما بيعترف باللي بتعمليه؟ شو يعني ما بيعترف؟ سؤال جاوبينا لي، مزبوط ما بحبك؟ أنا عم بسألك سؤال أنت جاوبني. ما بيعترف كصحفي يعني اليوم يعني ما بحب اللي بتعمليه؟ مين ناطر اعتراف ولا شو بيعترف بشي درزي ناجح؟ لو خلى شي درزي ناجح ما دمره؟ ما بحبني يعني وليد مش عايشة محبته. ليه في هيدا الزعل بينك وبين وليد بيك؟ ليه في هيدا الغضب؟ ليه بدك تجيب لي سيرته؟ ما عادش بدي اكفي الحلقه. طب بنوقف لحظه. ما تجيب سيرته، قلت لك انا ما لي علاقه بالكونتون الدرزي، ما لي علاقه بالدروز، وقلت لك رايي بهالموضوع وانتهى خلص. اطلع شيل لي هالصور من مقابيلي. يعني انا اصلا ببيوتنا ما بنحطهم وما بنعترف فيهم، لشو عم تخترع لي اياهم بالاستوديو وكانه عم تقول لي انت درزيه ودولتك درزيه وغصبا عنك بدك تكوني درزيه؟ عم بقول لك انا بحب الجيش اللبناني وما بعرف ولا زعيم غير السيد حسن نصر الله، ليه ما اكتفيت بهالموضوع؟ بهالاجابه قصدي. اسمعي هالغنيه. شو بكي؟ شو بكي؟ تتواسع عيون البكيان دايم عزك يا ابو خالد، تسلم هالشبق العليان حي وهالايد المتساعد. تتواسع عيون البكيان دايم عزك يا ابو خالد، تسلم هالشبق العليان. اول وليد انت الاكيد، اول وليد انت الاكيد، وثاني وليد ابني الوحيد، سميته باسمك بالوفا عن كل الشعب اللبناني. هاي أغنية للوليد بن طلال. قديش الوليد بن طلال؟ مين عم بغني عاصي؟ النجم عاصي الحلاني. يقبرني إن شاء الله، يقبرني. إيه شو؟ شفت كيف بيضحك قلبي لما اجيب سيره سمو الامير وليد بن طلال؟ بيدعمك ماديا ولك عيب؟ جاوبيني. عيب بحياتي مش سهراني سهر عنده. ليه؟ مني هيدا ستيل. شو الستيل يعني؟ حدا مثقف كتير، عميق كتير، صادق كتير، ستريت كتير، شخصية نادرة. عرفتي نادر بالمقابلات انه هو هيك؟ تعرفت عليه بالمقابلات انه هو هيك؟ ايه، وحتى لما التقيت فيه. التقيتي فيه؟ يعني ايه طبعا التقيت فيه. وين التقيتي فيه؟ بمؤتمر صحافي لإله. يعني لا زيارة ولا. الوليد بن طلال عم تقولي أنت ولا مرة، يعني بنعرف أنه بيعطي دعم للمجلات، بيعطي دعم. أنت مش مدعومة من الوليد بن طلال مجلتك؟ لا. لا؟ أبدا. ابدا ولا سهراني ولا سهره بالسهرات اللي ولا عند حدا بالكون. انا قلت لك بهالمساله كثير درزيه، يعني انتسب الى تقاليدنا وعاداتنا، طيارات خاصه وسهرات خاصه وهودي السهرات المشبوهه او غير المشبوهه، ودي ما لي علاقه فيهم. هولي انا براءه منهم الحمد لله. قبل شوي شو كنت عم بقول لك؟ انا خطاءه، يمكن حدا باسني. بس هون كيف عم اقول لك ولا مره؟ يعني بدك تصدق كنا سوا ولا مره.